خليكي بعيد عن أضوية البحث. إذا صابوك أكيد رح يتركوا عليك أثر. كيف عرفت؟ طيب فيك تقول إنه مش بس قلبي يلي مجروح. كيف تساعدني يا شاطر؟ مراوغة هجمات الروبوتات. بتذكرني بأول مرة طلبت منا نظهر سوا. هاي انتبه، ممكن حدا يتأذى. أنا ثالث مرة حاولت فيها إنه أنا زور، زادت كاترينا آلات الدوريات هيدي. ثالث مرة؟ يمكن كانت خامس مرة. بعرف إنه كان رقم غريب. شاطر، روبوتات مبرمجة تهاجمني مش انتو. رح شق طريقي من هون. اوكي انتبه. مستوى الامن هون سخيف. مكان ضيق كتير ما عدا الروبوتات المميتة وهيك اشياء. اوه روعة، اكتشفوا الروبوتات انه نحن مع رايدر. روبوتات قتال مع شفرات بالإيران، شو الشي العاطل يلي معقول يصير؟ شفرات دوارة أكثر بعد. Come on.
جواسيس. بعرف انه نحن بموقف حياة او موت، بس جواسيس. Yeah.
أتمنى يكون رايدر بخير. طيب بعتقد إن منا هون، خلينا نفل. عمي لآخر مرة رايدر، فل من هون. سمعت شو قالت؟ عن جد قلي شو صار. بعتقد إنه لازم استعمل العنف. شكرا شاطر. هاي رح ننطر هون او يمكن لورا شوي.
كاترينا، لازم نحكي. ما في لزوم للحكي. شاطر سبق وخبرني عن الوضع. لحسن الحظ عندي آلاف الروبوتات الأمنية المصممة خصيصاً لإبعاد الغير مرغوب فيهم. قصدك عم تحكي عن رايدر صح؟ صح صح بالفعل. لمسات أخيرة وبيصيروا جاهزين ليقضوا على روبوتات زاندر. أي نوع من اللمسات قصدك؟ اترك الموضوع علي. شو هو هيدا الشيء؟ هيدي وسيلة نقلة. شكراً شارلوت. كاترينا رح لاقيكي بنوركليف. وهلا لنشوف شو فيها تعمل هالطيارة. مش عارف عشو عم بيخطط زاندر، بس واثق انه شي مش منيح. الهيئة كاترينا وقواتها عم بيستعدوا ليروحوا. انا وشاطر رح نتسلل ونفتح لك الباب. خبر كاترينا. ماشي، رح اقول لشارلوت تخبر الدكتور تيخبر كاترينا انك رايح لعندها. احكي معها مباشرة عمي. ايه، ما كان في حدك الاف الروبوتات المبرمجة تدمرك. في دخان طالع من الجبل، بركي فينا نفوت بفتحة التهوية أو شي هيك. شو هالمنشأة الضخمة تحت قرية البندان؟ أكيد عمل زاندر منيح إنه خلينا بعاد عنا. تقدر تعملها شاطر، اسحب. حلو، فينا نضغط حالنا تنفوت. هيدي الصناديق مليانة بقطع روبوتات. شو عم بخطط زاندر؟ جابت كاترينا معها. لما نفتح هداك الباب الأملاق رح تصير الأمور بسرعة. كاترينا ناطرة قدام الجبل، لازم نوصلها بأي طريقة.
شاطر، لقيه نظرة، يمكن نقدر نفتح الباب من هنيك. ايه لكن هيدا اللي عم بيصير، زاندر عم بيصلحهم ويرجعهم لحالتهم الأصلية. خلينا نمشي. بيعمل زاندر جيش من الروبوتات، أول شي بيوعيهم، بعدين بيزبطهم بشكل منيح. بعتقد العالم الأفضل يلي عم يحلم فيه هو عالم تحكمه الرهبان. بحال جلدة نجحت، رح يفوتوا. حركة مفاجأة حلوة. واو، هيدي جديدة. أكيد طورت كاترينا روبوت. ستيتا. بيقلل من عدد جيش زاندر. تابعوا هيك ومنقدر نعمل خلل حقيقي بخططه. Thank you.
بتحبهم كتير. روبوتات كاترينا بيهتموا بالباقي. عم بيصلح الجبابرة كمان. شو العمل هلأ؟ هلأ رح نقاتل. بعتقد انه الباب لازم ينفتح من الميلة تانية. ثلاث جبابرة محضرين بشكل منيح، مش عاطل. بعد تجهيز واحد كمان مع تعديل شوي بسيط رح نكون جاهزين للهجوم على نيو هيفن. قريباً رح نصلح كل الأمور. شاطر، نجي على الجزيرة. نجاة؟ شو قصدك بالنجاة؟ يا رجال حطموا هيدا الشيء. خلوه يهرب. زاندر لا. ما
بالفعل شاطر، بعد من هنيك. ثلاث جبابرة بشكل ممتاز، هيدا شي بخوف. إنه صير كبير عن جديد. Thank you.
لكن انت هجمتن. اكيد هجمتن، كنت عارفة منيح انه المشكلة، بس خليتي مشاعرك تقرر. لا، تركتك انت تقرر شو هو الصح. مش هيدا اللي كان بده اياه مؤسسنا ايفا؟ ماريوس اسس نظامنا هيدا لقيادة العالم، انت بتعرفي هالشي. بس انطري، رح تفهمي انه معي حق بهيدي الامور اول ما يصيروا الرهبان بمطرحهم. ما رح تتذكري هودي الشباب حتى. هول الشباب؟ شاطر ولوكاس أصدقائي. أنا صديقك يا إيفا، هودي الشباب مجرد هني ماشي أبدا. بكفي زاندر، اكتفيت من خططك وطموحك وكذبك، بكفي. شو اللي عملتيه؟ اللي كان لازم أعمله من زمان، الوداع زاندر. إيفا، أنت أخذت قرارك يا إيفا، وأنا رح أخذ قراري. طفوه هلأ، نحن رح نتحرك. إذا تصلح بناخده معنا، الباقي بيغادروا كنفايات. شاطر، لازم توقف زاندر. لازم التوقيت يكون مظبوط. لازم يكون في بقايا كتير هوني، ما تروح أي شيء. هيدا واحد تاني من الجبابرة. you
محاولة منيحة، بس أنا كبير كتير على هيدا هلا. إيه ما تهرب. انتبه المخرج هونيك. شاطر بسرعة. شاطر، أنا مبسوطة إنك منيح.